رحمه الله تعالى وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عقيدته التي كتبها لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، كتب هذه العقيدة المباركة التي تتمشى مع منهج السلف الصالح، ومنها موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحبهم ويترضى عنهم ويثني عليهم، عملا بقوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما عليه الصحابة، قال: والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم، ذكر المهاجرين في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار، يعني المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم هكذا يكون مع الصحابة المهاجرين والأنصار، يحبهم ويثني عليهم ويتأسى بهم ويقتدي بهم ولا يكون حاقدا عليهم أو يتلمس لهم الزلات والعثرات أو يسبهم كما عليه الرافضة ومن شايعهم من أهل الباطل الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا أمر باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في خير القرون الصحابة هم خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهكذا كل مسلم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولاهم ويحبهم ويثني عليهم ولا يبحث في زلاتهم أو ما حصل منهم أو ما شجر بينهم من الاختلاف، بل يعتذر لهم ويترضى عنهم ويقتدي بهم ويتبع أثرهم. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حقدا وبغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا اعتقاد المسلمين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأتغضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما كما سبق وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، خصونهم بما خصهم الله به من الإكرام والتولي والمحبة والإجلال، ولا سيما زوجات الرسول أمهات المؤمنين يحبهن ويترضى عنهن ويثني عليهن، بخلاف الذين يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة والشيعة وأهل النفاق وأهل النفاق وأهل الشر. نعم. وأوقظ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلبون. مسألة الكرامات نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ولكن هذه المسألة مسألة الصحابة وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يتبع في حقهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى أقوال المغرضين والمنافقين والشيعة والرافضة وغيرهم من أهل الباطل، يترضى عنهم ويقتدي بهم ويحبهم ويثني عليهم ويمسك عما يحصل من بعضهم، لأنهم بشر يخطئون، هم بشر يخطئون، ولكن خطأهم مغفور ليسوا كغيرهم. فهكذا يجب اعتقاد المسلم، ولا يلتفت إلى ما يكتب في كتب التاريخ التي يعني بعض كتب التاريخ التي يدس فيها الشر ويدس فيها الاتهامات ويدس فيها النفاق، ينتبه المسلم لمثل هذا، ولا سيما في هذا الوقت في المواقع وفي الجوالات وفي غيرها يكتب إشاعات ويكتب أشياء، يجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور، يدرس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يدرسها ويتمشى عليها، ولا يلتفت إلى أقوال المنافقين والشيعة والمغرضين والمتربصين وأعداء المسلمين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين ويريدون أن يفصلوا خلف هذه الأمة عن سلفها، هكذا يريدون ويزيد شرهم الآن. فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا، ولا يمكن إلا إذا طلب العلم على العلماء وتعلم علما صحيحا ودرس العقيدة الصحيحة وفهمها، هكذا يجب على المسلم. نعم. وأوقظوا بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. هذا موقف المسلم من الأولياء، من غير الصحابة والتابعين، من أولياء الله. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله، وليس أولياء الله كل من قيل هذا ولي وهو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، منحرف عدو لأهل السنة والجماعة، ويقال هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان، لأن هناك أولياء للشيطان وهناك أولياء للرحمن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،
ينبغي للمسلم أن يرجع إليه وأن يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فلا كل من ادعى الولاية يصدق في هذا ويتبع، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه صفة أولياء الله. أما الذي ليس على الإيمان الصحيح أو ليس عنده تقوى لله عز وجل من الفجرة والكفار والمنافقين والفسقة، فهذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. ليس كل من ادعى أنه ولي لله أو ادعي له أنه ولي لله يكون وليا لله، حتى يتصف بهاتين الصفتين العظيمتين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اتصف بهاتين الصفتين فهو من أولياء الله، ومن اختلت عنده هذه الصفتان فإنه من أولياء الشيطان. ويجب على المسلم أن يفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، وهم كثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.